شكرا على الحضور على التذكر، وكذلك بمناسبة سنة ميلادية جديدة أتقدم إليكم وإليكم جميعا بأحر التهاني وأصدق المتمنيات، راجيا من العالي القدير أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والعافية والتوفيق والسداد في سائر أعمالكم وكل خطواتكم. إذا نفتتح أشغال الدورة العادية والتي تضم النقطة الثانية، نقطة تقرير إخباري للمجلس، النقطة الثانية تقرير اقتراح تسمية الطرق والساحات العمومية، والنقطة الثالثة هي الحصيلة السنوية لأشغال المجلس برسم سنة 2023. نفتتح أشغال الدورة. مستوى ديال مجلس المدينة تم وضع ديال العلامات كيف واحد جوج ديال التقاطعات، هذا باش خمس سنين اربع سنين يبقى جوج ديال التقاطعات، ما جا المشكل التقاطعات كان ممكن على الاقل التقاطعات اكثر حساسيه راه تحل المشكل ديالهم. مره اخرى كنتسائلوا شنو الدور ديال المقاطعه، واش المقاطعه عندها دور بروتوكولي، واش رئيس ديال الجامعه عنده دور، رئيس ديال المقاطعه عنده دور بروتوكولي، بدا يحضر الكومسيات والسهرات والافتتاحات والتحشيات، يعني هو من يكب على هاد المشاكل الحقيقيه اللي كيعيشوها المواطنين في طرق المقاطعه. دي بيناليتي للمؤسسات التعليمية، لأن خرجوا ديك الربيع والشجر اللي قطعوا خرجوا للزنقة وسقط لهم دي بيناليتي ديال 800 درهم. هما عندي هنا اللي بغيتو تشوفوهم، عندي الدار سي طاولي الكوار معاذ بن جبل وعمر فيام وكاين شي مؤسسة أخرى 350 درهم 450 درهم دي بيناليتي. من المفروض أن السيدة العمدة أنها خصها تعاون هذا التعليم هذا. واش غدير كاع الى مدينه ما خلصوش هاد الناس هاد البلاد تسد المؤسسه اللي تخلى على ابو كبار؟ كاين مشكل، يديو المدير للحبس كاين مشكل، كاين راه ماشي معقول هادشي نهائيا. معاذ بن جبل دارت شي 30 مراسله على اساس تحيد لهم واحد اربعه البركاسات محطوطين قدام المؤسسه، والو ما كاينش اللي غادي طلبوا المؤسسه التعليميه بركاسات ما كاينش اللي عطيهم لهم. السؤال هو السيد الرئيس، وبما انكم حضرتم الاجتماع الذي تراسه السيد الوالي حول مشروع تسمية التهيئة، نود ان تطلعنا حول مدى يعني تطور هذا الملف، فين وصل حاليا؟ يعني واش كاين شي اخبار فين وصل هذا المشروع ديال تسمية التهيئة؟ السؤال الثاني هو السيد الرئيس، في الدورة السابقة في شهر تنبير النقطة الخامسة لم يتم عرضها، وتم اقتراح انها ترجع الى الدورة اللاحقة. لماذا لم تطرق النقطة الخامسة هي العرض حول مشروع إعادة استعمال المياه العادمة لمعالجة في العاصمة الرباط؟ كان ديك الوقيتة اعتذر السيد ديال ممثل شركة الرياض عن حضور الأشغال. إذا عبد الإله البوزيدي رئيس مجلس مقاطعة أكدى الرياض، شكرا لكم على الحضور وعلى التتبع ديال أشغال الدورة العادية لشهر يناير. وكيف ما شاهدتوا أنه الدورة كان جدول أعمال ديالها يتعلق بنقطة أساسية وهي الحصيلة، وهذه الحصيلة التي رصدت العمل ديال سنة في جميع المصالح وفي جميع المراكز الثقافية وفي الأنشطة الثقافية والتدبيرية وكذلك الأنشطة المقدمة للساكنة في جميع المصالح، سواء الإنارة، الطرق، المساحة الخضراء، التشوير، كل أمور تم المناقشة ديالها، وعرفت الدورة كيف ما تبعتم نقاش جاد وملتزم ورصين يسعى فيه الجميع لنية تجويد أكبر ولتحقيق نتائج أكثر ولجعل هذا المقاطعة وهذا المجال الترابي ديال أكدى الرياض أنه يكون دائما متميز بحكم أولا بحكم التراب ديالو والموقع ديالو وبحكم المؤسسات المتواجدة فيه وبحكم المجهود الذي يقام فيه، ومجهود بطبيعة الحال مجهود كبير جدا على مستوى عاصمة المملكة ديال جلالة الملك اللي الجميع يشيد به في مختلف التراب ديال مجلس المدينة وفي مختلف التراب ديال المقاطعات الخمس.
واللي حنا جميعا كنعملوا في واحد الاطار ديال التضافر ديال الجهود جميعا في هذا المبتغى. كذلك كانت نقطه اخرى متعلقه بتسميه الشوارع، وهي التي اعتبرناها انها بعد النقاش في اللجنه واعطاء واحد مجموعه الملاحظات واقتراحات، تبين ان هذه النقطه اليوم ليست جاهزه، وتم ارجاؤها الى دوره لاحقه مستقبلا. وكذلك كان النقاش حول هذه الحصيله اللي دخلوا واحد عدد المستشارين، وكانت الاجوبه كذلك مستفيضه في الرد للجميع اقتنع، وكما قلنا انه الجميع كيهدف للمصلحه والتجويد. شكرا لكم على الحضور، وتبارك الله عليكم. واختتمت الدوره كيفما شاهدتوا بتلاوه البرقيه المرفوعه الى السده العاليه بالله امير المؤمنين جلاله الملك محمد السادس نصره الله واياه. شكرا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.